ربما لا يعرف الكثيرون أن الزبير بن العوام كان ابن أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وكانت تربيه منذ طفولته في بيتها، وهو من رباه النبي الكريم مع زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب. كانت خديجة بنت خويلد من أعلام نساء عصرها في الجزيرة العربية، وكانت صاحبة مال كثير، يعني سيدة أعمال من الطراز الرفيع، لكنها كانت هي من تعتني بأولادها، وهي من تربي بناتها، وهي من تهتم بزوجها. لم تحضر مربية للأطفال رغم قدرتها المالية إحضار 10 خادمات. كانت هي من تصنع الطعام بنفسها وتذهب به إلى الغار إلى النبي وهو يتعبد في غار حراء قبل نزول الوحي عليه. بل إنها خرجت من بيتها أعلام ونجوم في العالم الإسلامي، خرجت علي بن أبي طالب، وخرجت زيد بن حارثة، وخرجت الزبير بن عوام، ثم تربي وتخرج من بيتها النجوم في سماء مظلمة، بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وسيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، أم الأبطال الحسن والحسين، خرجت من بيتها فاطمة الزهراء. يا الله، وكأن نساء العالم عقمن أن يلدن مثل خديجة، وكأن القدر لم يجود علينا بمثل هذه المدرسة الأخلاقية العظيمة التي ربت هؤلاء الأبطال. كل هذا ولم يبعث النبي بعد، هذه الأم وهذه الزوجة لم تسلم بعد، لم ينزل الوحي على المصطفى. هذه المرأة العفيفة الطاهرة المباركة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصعد كل ليلة إلى جبل النور، إلى غار حراء، ومعها الطعام والشراب لتؤنس النبي قبل البعثة. تقول له: أكمل ما أنت فيه، أكمل عبادتك وتحنثك. حق لها بيتا في الجنة، وحق لها أن يسلم الله سبحانه وتعالى عليها، وحق لها أن يسلم عليها أمين السماء جبريل. هذه هي أم المؤمنين، هذه هي حبيبة رسول الله، هذه هي أم العيال، إنها خديجة وكفى.